عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما خاب والله من تمسك بحبلكم، أمن والله من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، يا قلب ما هذا شعار متيم. ولعل حال بني الغرام فنون، خفض فخطبك غير طارقة الهوى. إن الهوى عما لقيت يهون، ورد ابن فاطمة المنون على ضمن. إن كنت تأسف فلتردك منون، ودع الحنين فإنها العظمى فلا تأتي عليها يا حسرة وحنين. ظهرت لها في كل شيء آية كبرى، فكاد بها الفناء يحين. بكت السماء دما فلم تبرد به كبد، ولو أن النجوم عيون. نذبت لها الرسل الكرام وندبها عن ذي المعارج فيهم مسنون. فبعين نوح سالما أربى على ما سار فيه فلكه المشحون. وبقلب إبراهيم ما بردت له ما سجر النمرود، وهو كمين
وهوى صعقا لذكر حديثها موسى وهون ما لقي هارون واختار يحيى أن يطاف برأسه وله التأسي بالحسين يكون يحيى اندبح مظلوم لكن عند موته ما شاف بالنيران محروقة بيوته ولا شاف يحيى من بني عمه واخوته اجساد مرمية على الغبرة بالقبور وحسين فارق عزوته واولاد عمه دبحه رضيعه وانخلط دمه بدمه كبده فروها وانجدل القاع جسمه وظل بالشمس مرمي ومن الصدر مكسور يحيى اندبح وحده ويحسين سبعين ولا نال يا شيعة عشر ما ناله حسين لا طفل دبحوله ولا سلباو نساوين وحسين شاف مخيمه بالنار مسعور وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب توكلنا على الله. قال تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من أراد أن يفرح ملائكة السماء فليرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد. لما أن فاز نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بكفالة مريم العذراء ونظر إلى الكرامات التي أولاها إياها
جل وعلا. هنالك اشتهى نبي الله زكريا الولد، لكن الظروف التي يعيشها نبي الله زكريا جميعها لا توحي ولا تبشر له بالولد، لأنه في بادئ الأمر كانت زوجته عاقر، وكان مرض العقم مرض سائر في المجتمع الإسرائيلي، كذلك أن نبي الله زكريا قد وصل من العمر 120 سنة وزوجته 95 سنة. علميا وروائيا أن المرأة تنقطع عن الإنجاب وتصل إلى سن اليأس كما يعرف عندما تصل إلى سن 50 سنة. هناك استثناءات، ولكن الوجه العام هكذا. كذلك هناك استثناء للنساء الهاشميات، فهن يصلن إلى سن 60 سنة، ميزة للنساء الهاشميات، وهذه من كرامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن كل هذه الأمور أمام نبي الله زكريا وهو العالم بها، لكنه على يقين بأنه يدعو ويطلب ممن لا تصعب عليه شيء، فهو متيقن أنه يطلب من القادر على كل شيء. لذلك تقدم بطلبه على صيغة دعاء، فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. نلاحظ فلسفة الدعاء عند الأنبياء وعند الصالحين، يطلب في هذا السن ذرية، لكنه يشترط على الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الذرية ذرية طيبة، لأنه على يقين أنه متى ما كان الولد غير ملتزم بقوانين السماء بدين السماء فعدمه أفضل من إنجابه. تلاحظ آسيا ابنة مزاحم زوجة فرعون تمتلك كل مقومات الحياة الكريمة، هي سيدة البلاط الفرعوني وهي زوجة فرعون، وما أدراك ما فرعون، كل شيء أمام يديها وتحت تصرفها، لكنها لما أن نظرت إلى أنها مبتلات في عقيدتها في دينها تقدمت إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصها من فرعون، وإذا بها تتقدم وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. كان بإمكان آسيا تقول رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، والمعنى لا يختلف شيء، لكن في منظور آسيا ابنة مزاحم
أن هناك فارق كبير بين الطلبين أو بين الصيغتين. في الصيغة الأولى هي تنظر وتطلب أمر قبل البيت الذي في الجنة، فهي تقول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، تقدم العندية على البيت، أي أنها تطلب في المقام الأول القرب من الله سبحانه وتعالى. رب ابن لي عندك قريب منك يا رب بيتا في الجنة. هنا نبي الله زكريا يطلب أن تكون هذه الذرية ذرية طيبة، يشترط أن تكون هذه الذرية ذرية طيبة. الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته، دعوة هذا النبي الكريم، فجاءت إليه الملائكة تبشره وهو في أقرب الأمكنة وأفضل الأمكنة وأطهر الأمكنة وهو المحراب، وهذا المكان هو أقرب ما يكون فيه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فبشرته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ما أعظمها ساعة، وما أجملها ساعة أن يبشر هذا النبي الكريم على لسان الملائكة وهو في أقرب الأوقات إلى الله سبحانه وتعالى في المحراب. ولماذا سمي المحراب بالمحراب؟ لأن المصلي في حرب ضروس مع الشيطان وهو في محراب وفي وقت الصلاة، لذلك سمي بالمحراب. وهنا هذا النبي الكريم تبشره الملائكة وهو في ذلك المحراب، فبشرته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. بماذا بشرته؟ إن الله يبشرك بيحيى، بشارة من الجليل جل وعلا على لسان الملائكة بأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوتك وأعطاك هذا الولد، وجاءت هذه البشارة بالتسمية أيضا من السماء، يعني ما إجا إلا مع اسمه، إن الله يبشرك بيحيى. هذا النبي الكريم طلب ذرية طيبة، الجليل جل وعلا يقدم له هذه الهدية وهذه النعمة، ويقدم له استجابة الدعاء، ويقدم له هذا الولد، ويأتي بعدة نعوت صفات لهذا الولد. شنو صفاته؟ إن الله يبشرك بيحيى، هذا اسم سماه يحيى بعد البشارة، بعد مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بعيسى، مصدقا بنبوة عيسى، وسيدا، سيدا في العلم والعبادة، في الفكر والثقافة، وحصورا، وهو الذي لا يأتي النساء، ومعنى ذلك أنه حصر نفسه عن شهوات الدنيا وغرائز الدنيا وأشياء الدنيا، وحصورا بعد ونبيا، وليس كعادة الأنبياء أو ليس كعامة الأنبياء، ونبيا من الصالحين. يعني كل الأنبياء صلحاء، لكن هنا يقول ونبيا من الصالحين، أي أنه أعطاه النبوة وجعله رسول لقومه، أعطاه النبوة والرسالة. هناك أنبياء لكن ليسوا برسل، ولكن كل رسول نبي، وهذا رسول،
مع كونه نبي أيضا حصل على كرامة من الله سبحانه وتعالى بالرسالة ونبيا من الصالحين. لما حصل نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام على هذه البشارة واستلم هذه النعوت، أراد أن يستفهم عملية استفهام، شنو؟ هل أن الله سبحانه وتعالى يرجعه إلى سن الشباب سن الإنجاب وابن 120 سنة، وهل أن الله سبحانه وتعالى يرجع زوجته إلى سن الإنجاب ما قبل 50، أو أنه يعطيه هذا الولد وهو في هذا السن؟ يجي الجليل جل وعلا يقول إلى نبي الله زكريا: أنت لما قدمت الطلب ما حطيت وياه بعد أن نرجعك شباب، أنت قلت تبقى ذرية طيبة وأعطيناك ذرية طيبة وأعطيناك نبي ورسول، لكن ترجع شباب؟ لا، ما نرجع شباب، لأن أنت في بادئ الأمر ما طلبت هذا الأمر. عجل شنه؟ قال لا، نعطيك الولد وأنت في هذا السن، أنت في سن الشيخوخة، ابن 120 سنة وزوجتك بنت 95 سنة، بس ما نرجع شباب. زين، كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا مو صعب على الله سبحانه وتعالى أن يعطيك هذا الولد وانت في هذا السن. لذلك كان يحيى قرة عين لأبيه زكريا، وقد قال عنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن نبي الله يحيى كان زاهدا في دنياه من الزهاد، ولهذا لما ذهب نبي الله يحيى إلى بيت المقدس ونظر إلى الأحبار قد خرقت آذانها، كل واحد سوى إلى خرق في أذنه ووضع فيها حلقة وخلى إلى سلسلة مربوطة من الإذن في وين؟ في جدار المسجد، وتدرع بمدرعة من الشعر وبرنصا من صوف. إجا بعد نبي الله يحيى إلى أمه وأمرها أن تعمل له مدرعة، تصنع له مدرعة من صوف من شعر وبرنصا من صوف. ليش؟ قال أريد أروح ويا الأحبار أتعبد في بيت المقدس. قالت أصبر حتى يأتي أبوك النبي. إجا نبي الله زكريا، أخبرته بما أراد يحيى، فقال له: بني إنك لازلت صبيا صغير. قال: ألم تنظر إلى من هو أصغر مني سنا وقد أدركه الموت؟ قال: بلى. قال: إذن دعني وشأني. فقال: إذن اصنعي له مدرعة من شعر وبرنصا من صوف. صنعت إلى ووضع المدرعة على جسمه وأخذ البرنص على رأسه وذهب إلى وين؟ إلى بيت المقدس وأخذ يتعبد، إلى أن أكلت تلك المدرعة لحم جسده حتى انتحل وذهب لحم خديه. هذه لحمة الخد انتهت، كذلك بانت الأضراس. فإجوا أرسلوا إلى نبي الله زكريا، إجا حضر شاف ابنه، قال لبني: ما الذي دعاك إلى هذا؟ أنا طلبتك من عند الله سبحانه وتعالى لكي تكون لي قرة عين، وأنت تفعل بنفسك هذا؟ ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال: أنت يا أبي.
أنا متى؟ قال ألم تقل أن بين الجنة والنار عقبة لا يجتازها إلا البكاؤون من خشية الله؟ قال نعم. قال إذن دعني ورجع إلى وين؟ إلى بيت المقدس. نبي الله زكريا عليه السلام إذا أراد أن يوعظ الإسرائيليين ينظر عن يمينه وعن شماله، هل هناك يحيى موجود؟ إذا يحيى موجود لا يذكر لا جنة ولا نار، لأن ليس له طاقة على سماع الجنة ولا على سماع النار. ذات يوم إجى نبي الله يحيى ووضع على رأسه برنص ودخل انخرط ما بين الإسرائيليين وما التفت إليه أبو زكريا، وقام يوعظ الإسرائيليين إلى أن قال عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أن في جهنم جبل يقال له السكران، في أصل هذا الجبل وادي يقال له الغضبان، قامته مائة سنة بعد فيه توابيت من نار. وإذا بيحيى قام فزعا قائلا أعوذ بالله من الغضبان من غضب الرحمن، وفر إلى وين؟ إلى البر. إجى نبي الله زكريا وذهب إلى أم أخبرها، وراحت الأم تبحث عنه، وإذا بأحد الرعاة يقول تسألين عن يحيى ابن زكريا؟ قالت بلى. قال إنه عند ثنية كذا وكذا قد صف قدميه رافعا بصره إلى السماء قائلا إلهي لا أبرح من مكاني هذا حتى أرى منزلتي عندك. ذهبت إلى الأم، أخذت حضنت أحنت عليه وجابت إلى البيت، شافت حالة الجسد منتحل من كثر العبادة، أخذت تبكي، قالت أنا رايح أسوي لك طبخة تأكل ترجع شوي من لحم جسد. قال لها أنت وشأنك على هوا. طبخت إلى طبخة دسمة، طبخت إلى عدس وأعطته، أكل العدس ظاهر النفق الراسة نعم. وإذا بالنداء يأتي يا يحيى هل اخترت دارا أفضل من داري أم اخترت جوارا أفضل من جواري؟ فانتبه فزعا مرعوبا وقال لأمه إنكم تدعوني إلى التهلكة، وذهب إلى وين؟ إلى بيت المقدس. نبي الله يحيى كان على منزلة عند ذلك الملك، ملك زمانه، ولعله ملك صيدا. ذاك يستشير نبي الله يحيى في كل أمر، لا يقطع أمرا إلا باستشارة يحيى. وكانت هناك امرأة أجلكم الله عاهرة عرف عنها بقتل الأنبياء الصالحين. نبي ملك ذلك الزمان إجا استشار يحيى في الزواج من بنت تلك المرأة، فمانعه يحيى وقال له لا أنصحك بأن تكون هذه زوجة لك ولا أرضى لك بها زوجة، فامتنع ذلك الملك. لكن تلك المرأة إجت ذات يوم وطلبت من ابنتها أن تزينها، زينت البنت، ألبستها لباس
أحمر ورققت تلك الملابس وجعلت عليها رداء رقيق أسود وألبستها من الحلي والحلل ما لا يعرف له قيمة وأمرتها أن تسقي الملك وتتعرض له وإذا راودها عن نفسها تشترط عليه برأس يحيى بن زكريا في طشت. إجت تلك البنت ذات ليلة وأخذت تسقي الملك ولما خامرته الخمر راودها في نفسها فقالت له لا أعطيك ذلك حتى تأتي أو ترسل إلى يحيى بن زكريا وتأتي برأسه في طشت. قال لها أطلبي غير هذا، فقالت إلا رأس يحيى. فبعث الملك إلى يحيى ابن زكريا وجاء برأسه في طشت، لكن لما وضع ذلك الطشت أمام الملك أخذ ذلك الدم يغلي. لما نظر الملك إلى ذلك المنظر أمر بأن يوضع على ذلك الدم تراب رمل، لكن كلما وضعوا التراب على ذلك الدم لا زال ذلك الدم يغلي ويطفو، يطفح على ذلك التراب، إلى أن بلغ ارتفاع ذلك التراب ارتفاع سور المدينة ولا زال الدم يغلي. فبكى كل من نظر إلى ذلك الرأس وإلى ذلك الدم يغلي. ولهذا قيل أن فاجعة الحسين شابهت فاجعة يحيى بن زكريا، ذاك جيء برأسه في طشت والحسين أيضا جيء برأسه في طشت من ذهب وضع أمام يزيد بن معاوية. لكن هناك فوارق كثيرة، يحيى ذبح لوحده في حين أن الحسين ذبح مع أهل بيته وأحبته مع 70 من أنصار. يحيى ذبح ولم تمس عائلة يحيى بأذى، والحسين سحكت له 50 طفل وطفلة في اليوم العاشر من المحرم بحوافر الخيل. يحيى لم تسبى له امرأة، والحسين سبيت حريمه إلى الكوفة ثم إلى الشام. يحيى تهون مصيبة عن يوم عاشور، يحيى بنات ما مشت حسر على ولا سمعنا لجيل يحيى راحة رجال، ولا سمعنا فوق صدرا ذبحة أطفال، ولا شاف بعيونه جنايز فوق الرمال، وحسين شاف أهله ضحايا بذيك البرور، ولا سمعنا كبد يحيى جرحا، وحسين كبد بسهم لي مثلث رماه، ثلثين من كبده يا شيعة استخرجاها، وانجدل عن مهره وشبح عينه للخدو. يحيى عين دما مات ما جات عياله،
وزينب لفت لحسين يوم الشمر قال ما رحم حالتها وقطع راسه وشاله ويم جسم اخوها حسين زينب ظلت الدو يحيى على عسال ما شالوا كريمه ولا روعوا لجله يتيم ولا يتيم يحيى على عسال ما شالوا كريمه ولا روعوا لجله يتيم ولا يتيم وللشام راس حسين سافر مع حريمه وصدره تكسر والظهر والراس مشوه لكن ما ظنيت يا عمي ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وتاليها بلوالي قالت قومين لولي يا عم بوادي الصرعة حتى نشوف وليانك ويمك سادهم ننعى بنغسل جنايزهم من العينين بالدمعة يسكن ولينا يقوم ينظر حالك وحالي راحوا للمعارة شلون يا محبين روحتها وعلى ذيك الأجساد تريد سكنة بإيد عمتها وياهم حرم ويتام كل من تدقامتها وصلوا يم جنايزهم وصار نياحهم عالي يا عم يا عم انفجع قلبي من الشبان مصروعة جنايز كيف نعرفها ومن هالروس مقطوعة ومن هاللي بجنب حسين حتى مكسرة أضلوعة فجعني حسين بمصابة يسكنة واندهش بالي كم شاهدت شجوا وعانت محنة يعيى البيان لهولها أن يعربا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنع أيدي الظلم أن تصل إلينا اللهم اشفي مرضانا يا الله ارحم شهدانا فك أسرانا أيد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين لا سيما المؤسسين اللهم تقبل أعمالهم أطل في أعمارهم ارحم أمواتهم ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى الحاج محمد وإخوانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإلى أرواحهم وأرواح جميع موتى المؤمنين والمؤمنات رحم الله من كرر سورة الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد